أول واحد أنت. أنا آخر واحد. اللي اختار الحين الثاني. فهد الثاني. خلاص أنا الثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في تحدي مش مناسب للصايمين، لأن التحدي بيبسي مان اللعبة الأسطورية على البلايستيشن 1، طبعا أسطورية عند الناس المبرين زينا. شبسات معالي شبسات. فالفكرة حقت اللعبة وشو؟ بنلعب المرحلة، أسرع واحد يخلص المرحلة الأولى هو الفايز فينا، وأول واحد بيبدأ عبد الله. دوس عبد الله، يلا حط ستارت، اختصر. يا اسمع، قدام إكس يدعس على قدام، وورا إكس يفرمل، واكس لحاله يزحلق، واي ينقز، اي ودوس دوس. وش اللي يزحلق؟ بس اكس لحاله، اكس لحاله قسم مربع مربع. اوكي لا عشان الاكس هنا يد اكس بوكس هذا ايش بك. طيب اوكي، يعني قصدك اي اللي يركب، اي اللي ينقز. خلونا ايش اللي يدعس، انا ورق وقلم حق دي لعبه بلاي ستيشن. لا الاكس بوكس راسك دي سنه بسجل انا الاخطاء التحكيميه. حياك الله، بارك الله فيك يا عبد الله. اكس ايش تزحلق تزحلق، خبط خبط راسه في السياره، دخل البيت من غير استئذان، قاعد يفتش في الزباين. اصبر اصبر، قاعد يلا خلص عبد الله، قاعد يخرب على البلديه. والله انت عندك اسامي كثير عبد الله، الله يستر عليك. المشكله عمر عمره ومشينا مع اللي قاعد دخل على المجلس، دخل المجلس مره ثانيه. وهي بتقدم بس كانت يمسك راسه اه شي بعدين يمشي ايش كان يطيح شوي وجو عمير وجو خرب الزرع. يلا 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 باقي لك شوي ترى. يلا يلا قاعد يجري ورا الزباله اللي وصلت الشارع. يلا يلا باقي لك شوي، باقي لك سقعه ترى تموت، باقي لك سقعه تموت. كيف؟ باقي لك سقعه تموت. تبع ارجع لها الحق. طيب تجمع 100 بيبسي؟ 100؟ اي اسمعوا يا شطار، تشرب خلص بيبسي. خلص المرحله ما بقى شيء، يصير بودك. اوه والله جات لك سقعه. يلا يلا روح دوس دوس دوس. طيب كم الدقائق عنده؟ وين حركته ذيك؟ دقيقه استنى استنى، لا احد يضغط لا احد يضغط لا احد يضغط. استنى يا مسلم، جمع 77 بيبسي. افضل منك يا دقيقه 31. لا هذا 31 86 دقيقه 31 كم؟ 86 31 دقيقة 31 86 86 هذا كيف تنحسب؟ 86 86 الجزء الثاني ذا 86 ايوه بارك الله فيك. لا لا ارجع ارجع عيد ابدا من البداية. لا عيد خش في بيوت الناس وخرب ما تستحي ولا يطرد لك السيارة حق والله ببلغ حساب قبيلة الدواسر عندك. ايش هذه عادي يا بسم الله ثاني دز يا فهد، دز يا فهد، زياد زياد اسرع 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 زياد خلاص خلي رك. يلا لا لازم تحصل نفس الضغط النفسي اللي جاء العب ارجع عبد الله ضغط نفسي. انا جاي توتر وضغط نفسي. اوه جري فوق السياره. اوكي مخالفه فوق السياره. الموزه يدعس على الموزه. يلا هذا اللي قاعد يدعس على النعمه. مالك صح يا اخي، شغال وينظف في المنطقه نفسه، قاعد يخرب على غسيل المراه، كان تنشر ملابس. ايش غسيل المراه؟ قاعد تنشر المراه. غسل غسل ملابس. انا زحلق، انا نزلت معاك ما ادري ليش. تخريب عشان مجلس تخريب. بل بل بتموت بتموت يا عبد الله. فادي ركز ركز يا اقلب بلد يا فادي، اقلب بلد اقلب بلد. جمع جمع هذا العكس صح؟ اي ما تركب طيب حاول جربت فوق 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 ما تركب دار لسه الظاهر 50 بيبس الظاهر والله تلصق عاد مو والله هذا الأرواح صح 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 يا شوف شوف منتظر منتظر عند الباب شوف شوف مع العصاية شوف مع العصاية تعال ادعس ليه تنقز ما ادري عنه ذا والله الشايب قاعد يقرا ولا هم واحد سيارات يا ولد لا تجري بالشارع زي كذا على مهلك. ايش ايش يا عبد الله شكل رقمك بعيش. اوه يا محطة بنزين. اذا خسرت ما في كذا ولا في كذا. اوه والله والله لا توهق بعد لا توهق رقم عبد الله 34 35 ايش فزت انا؟ ما فزت انت لحد الان. لا يعني افضل من فهد يعني. خايس هذي انا بالعاده اكون لك. اوه بوينت تنحاسب له. معليش معليش. وش صار يعني؟ كمل كمل. ما صار شيء بس يمديك تكمل عادي. يلا يلا. هذا تخصصك هذا جد عبد انا مره ما عندي اي تركيز سرعه بديهه زي كذا. المشكله فايتنج جيم اهم شيء سرعه هذا لا ما
الله يجيبها في البيبسي. لا فاد جيم بسم الله دقيقتين اخر واحد فور دقيقتين وكم كنا لعبتكم المخيسه هذه حاليا فيها هذه لعبه والله لو كنا حطينا الشرط انه الباباسي كل بيبسي ينقص لك ثانيه ها يصير فيه شوية اقول بس اعجب والله عندك رقم عبد الله تجيبه ولا لا انت اول شيء خلص طيب رقمي سهل ترى ما انا ما عندي مشكله مع عبد الله انا الاخير قول له دقيقتين و ثلاثة رقم عبد الله مكتوب ثلاثة كم 14 يلا كني قريت انه 14 ما تفرق وش تبي يلا عمره خلص فاز بيبسي يا متاخر عني صقع في البنيه سجل مخالفه ما في مخالفه ولا شيء بيبسي انت بالسياره اي هذه فيها شو اسمه انت عمره قانون عدم التحرك عمره لا تنقذ الحرمه فمنس عمره هو كل شيء عنده فمنس اليوم روح 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 يلا عمره لا معلق انت يلا عمره مالك عادي عادي هرك يلا عمره خلي حرمه خلي عمره حالك قالت هذيك بنته هذيك بنته امشي ما يا عمران والله هذه لازم ما يا عمران ما يمدويت بس يمين يسار سهل وخبط فيه انت لا خبط اخر شيء لا ما خبط انت خبط الا خبط عند ذاك بس عده صعبه ايوه يلا 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 عمران يلا عمران اصقع عمران ما نقدر نحط فيه يكسرها الشاش لا يكسرها عادي والله الشاش ما يكسرها يلا روح روح يلا عمران يلا عمران الحق يا عمران الحق الاثاث الحق الاثاث اثاثك يا يوقف الحيوان يوقف والله يوقف شوف اثاثك لا قاعد يمسك راسي حكه لا والله هي جت فوق شاحنه حلو اوكي لا بس الاخير هذا عداك بشوي ترى عداك بشوي لا وين ها 15 ثانيه ايش وقت تعتبر الفرق بينك وبين فادي درون ما يعتبر شوي لعبتكم ايش اللي عيد دي انا بشوف اتاكد من الثاني والله تخرب علي ترى احط الاول 15 ثانيه عدينها ها شوف دقيقة 15 14 ها أنا أكثر بيبسي 15.06 ثانية بسم الله مخالفات خلينا نسجل أنا ضربت بيب بالله ما يركض على كيفه لا ما يركض شنو ما يركض حلو روح بس يعني ما يركض على طول كافو يا محمد كافو يا محمد إيه يا سلام طيح زبالة الجيران عادي وحق الجيران تعلقر في الزرع اللي دوبه مساقينه مرتين اسمع ترى تقدر تكسر الجدار هذا اي بالسرعه ذي نفسها تقدر تكسر الجدار بالسرعه يب بالسرعه لا نفس الغلط حقك تاخرت فيها جود البيوت دخل من الشباك كمان دخل كان بيجيب السقف على النطه والله لعبتي مفجمله لا حق فنانين حق فنانين يا راجل بيتزاك بيبسي ما لا لا حق فنانين ترى دعاية أصلا ما هي لعبة في النهاية طلعت لعبة ناجحة هم نزلوها باليابان دعاية أيوة دخل الزبالة عند بيت الناس بسرعة الحين أسوأ إذا سوينا تقييم هذا لعبة عندنا بس تقييم موقعنا صراحة لا والله قيمه بعشرة هاي عشرة خلاص خسر ما عندي باقي يلا بفوز باقي ثاني فوز بس محمد بس عليك انا بس جوالك هزيت الدنيا بس يمديك تجيب المركز الثالث ما ادري لا حتى عبد الله فايز ما ابي افوز خليني لك استنى المركز هو لسه فهد بجيب وقت اسوء مني لا محمد جيب احسن مني ما اقدر ماشي يمديك الرن حقتي سيء يلا يلا يمديك تعيد ترى يعطيك نفس الوقت اللي اخذت فيه الشكوان ترى تدري يعني وضعك كويس ترى يمديك تعدي ما ابغى خش انجاز لا 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 استعجلت اثاثك يا كله بالله استعجلت يلا باقي 10 ثواني انقز باقي يمديك تزحلق والله ضغطت لي زحلق 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 يمديك المركز الثالث نايس باربع ثواني المراكز اللي تحت هي اللي تهم اللي فوق هذه للفشله هي تهم انك تروح تطور نفسك لانك كنت قاعد تتمشى في المدينه يعني شول العجله كنا قاعد تدرب بيلحق على الصيام الفطور ده طيب ما شاء الله يعطيكم العافيه يا شباب ما ادري كم انت كم دقيقه و5 59.7 59.7 ما شاء الله تبارك الله عبد الله موفق المركز الثاني عمران مبروك المركز الاول شكرا يلا يعطيكم
يعطيكم العافيه على المتابعه يا شباب. صوما مقبولا وافطارا شهيا باذن الله، ونشوفكم باذن الله في فيديو قادم. مع السلامه. مع السلامه.